عسلامة الناس الكل. نوفيل فيديو تيتر متاحة الضحكي بري، الضحكي بري افكتيفمون. دونك انا معناها مريضة شوية الحقيقة متاع ربي، اما معناها قلت خلينا نعمل فيديو باش نحكي لكم على الموضوع ذي اللي هو هام برشا. ممكن راكم لاحظتوا اللي انا سوفون كي نعمل لي فيديو نضحك وحدي، اون فيت نقول حاجة تضحك ونضحك. Ça fait partie des pratiques, des nouvelles pratiques. Je n'en fais pas beaucoup. Je ne suis pas sérieuse ou nerveuse. Je ne suis pas sérieuse. Mais à force de lecture et de travail sur soi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à changer la vie de ma نولي ما عادش نعيش كاني روبو بروغرامي، اما انا عامله بروغرام روحي والبروغرام هذا كان طبق فيه. سي بور سا انا سوفون نضحك في لي فيديو، نضحك وحدي. دير انا ماني بروف، انا قلت لكم انا بروف حتى في الكلاس سوفون فادلك وحدي، فادلك نضحك الطلبه يوليو يضحكوا. هما من الاول كي بداو جروبات جدد ما يفهموش طريقتي، قلت شبيه هذه تفادلك ما تشني الحكايه. حتى كيف واحد مثلا عاش انا ما يتبعش ولا يعمل فازه، فباش نخرج ونفادلك معاه بور ديتوندغ لومبيونس. وكي نضحك في الكلاس المعلومه تعدى اسهل ولومبيونس نتاع الكلاس الكل تولي خير حاسيلو. دونك انا باش نحكي لكم اكثر على الضحك كيفاش يبري بالحق، يبري معناه. اون فيت قبل انا كي نبدا مريضه الوغ لا معناها نلبس المرضى، نولي مريضه واللي كلمني نقول وقتاني راني مريضه. ممكن كلمه مريضه نعاودها 700 مره في النهار، فهمت؟ وماما تكلمنيش بي بنتي اسم الله على بنتي مريضه مريضه يا ماما، ونبدا نشكي ونغرد، فهمت؟ وراجلي يجي نقول له انا مريضه تشبك ما تسالش عليا، تشبك ما طلبتنيش، كل اللي نعمل لها طاوله وكراسي الحكايه. يا سيدي عاد بعد ما فهمت اللي معناتها راهو كل شيء يمشي بالطاقة اللي في وسطنا، واللي العبد راهو كأنه معناتها كأنه يسوق في كرهب وما في بلوش، معناها كي تبدا انت تتكلم قاعد تدز في الفولون، تدور في الفولون تاع الكرهبة مثلا. دونك وريت وين انت تقول انا مريضة قاعدة تجبد في الفولون على اليمين من ناحية المرض تزيد تمرض. فهمت؟ دونك والحقيقه زيد عندي صاحبتي والله معناتها هكا ال فيان دو ديكوفرير اللي عندها كونسير، فهمت؟ ان شاء الله ندعي لها من كل قلبي معناها تقوم لاباس. و اونتر بارونتيز ميسيل شخن نحكي لكم، هو راهو فو بيان كومبروندر كو لي سيلول دي سيلول كونسيروز سا اكزيست دون تو لي زورغانيزم. راهو مش واحد معناتها قام قعد عنده كونسير، لا مره اخرى نقرا في اتيود وكل شيء موجود في الانترنت. يعني لي سيلول كونسيروز سيتادير كي سون مالاد كي نسون با سين همش في صحه جيده موجودين في البدنات الكل، فهمت؟ خاطر احنا عايشين في انفيرونمون معناه تري بولوي و سوفون معناها فما دي سيلول كي نو سون با بيان اي دي سيلول معناها كونسيروز، فهمت؟ اللي هما شنو كونسيروز سيتادير اون فا دير كي رفوز دو مورير، فهمت؟ كي فول proliférer à outrance, elles deviennent agressives, donc elles détruisent le tissu en question, ou tumeur, etc. Adina, قلت لها اسمعني surtout وسع بالك ما تركزش فيه الموضوع. قلت لها اسمعني اعمل برنامج لروحك، شوف كتاب خفيف اقراه، رومان يعجبك مثلا كان انت تحب الفرنسي اقرا غيوم ميسو طياره، خاطر لي رومان نتاعو تغرق معناها تحل الجملة الأولى السطر الأول زي ما عادش نجم تكمل، فهمت؟ زاد لوغون غونيل طيارة، بولو كويلو طيارة، سينو شوف مسلسل هكا يعجبك وفيه بالطبيعة ذبذات إيجابية، معناها مش كل الحاجات النيجاتيف ومتاع الحزن والبكاء والتعاسة، فهمت؟ يعني أعمل حاجة اللي هي تخرجك من المود متاعك، فهمت؟ علاش؟ خاطر في الحقيقة ريت أنت تو مريضة مثلا، أنا تو مريضة مثلا، داكوردو؟ اللي أنت عايشه توا تقول انت هي موجة سايي جات، فهمت؟ تجيشي انت الموجة سايي جات وترفضها، تجي مش ترفضها، هي الموجة بروغرامي جات، سي بون سي لو فروي سي تو فو دو باسي داكور. دونك لا فاغ ال دو باسي
افيك لو مينيموم دو ديغا داكور سي بور سا كو تنجم تمرض مرضى تقوم منها في نهارين كيما تنجم تضرب جمعه وشهر في الفرش حسب ما انت كيفاش تتصرف يا ما انت تعمل كيفي ولا توا برك كنت حتى نمشي راه مثلا اليوتيوب ولا سورتو يوتيوب انستغرام ما فيش ان فيت نمشي يوتيوب ولا وجهك اللي سكتش اللي ضحكوا عندي هكا كيلكو زيموريست يضحكوني انا فهمت ونحط ونبدا نضحك وحدي نبدا حتى الصغار في الدار يقولوا لي يا اخي تو انت ماما مش قلت مريضه لاباس نقول لهم با جوستومون على خاطر قد ما نبدا معناتها مريضه ولا تعبه في الخدمه وكل قد ما جو بخون لينيسياتيف باش نبدل الطاقه نتاعي باش نبرمج موجه جديده خاطر الموجه اللي انت فيها سي جات داكوغ خليها تتعدى باقل الاضرار ارخف روحك فهمت معناتها ارتاح اعمل حاجه تريحك اعمل شويه هكا جيمناستيك اعمل ديزانفوزيون انا مثلا جو بخون دي زويل اسانسييل اعمل حاجه اللي هي كيما نقولوا تخلي الموجه تتعدى لكن سورتو برمج الموجه الجايه برمج نهار غدوه قول مثلا غدوه واش نصبح لاباس انت برمج وحدك فهمت قول غدوه واش نصبح لاباس واش نعمل كذا كذا انا ديجا البارح قلت غدوه واش نصبح لاباس وباش نعمل فيديو طب ما عملتش فيديو ما هو بودكاست معناها باقي باقي معناها سافا فهمت وباش نمشي للبحر مشيت للبحر وعملت ويل اسانسييل طياره الحقيقه فقت بها ياسر فادتني دايوغ تنقول لكم اسمها وي ليسونسييل دو جينيفريي سي تري انديكي بور لي ران ان فيت بور لي كريز معناها دي ران الكلاوي كي تتعب فهمت حسيلو دونك اضحك كانك مريضة ولا تعبة ولا حتى عندك معناتها مرض سوا ديزون مخطر القى كيفاش تضحك روحك اعمل نك معناها اعمل برنامج لروحك باش تبدل الطاقة متاعك خاطر ريت كي ترقد له المرض وتزيد تحكي عليه وتحكي للناس الكل انا تو حتى ماما ماذا بيا ما نقولهاش كي نمرض وهي تفيق بيا رايا كي ما نكلمهاش حتى بعد ميساج تقول يا هذول اللي فيك مريضة تحس والله تحس فهمت ساعات نبدا نكذب نقول لها لا سافا تفضل ترى هي جايجة خنشوف كي شبح بيه وكي نحكي لها نغلط ونحكي لها برا عاد واش يمشي واش فيك ما مشيت تعدي برا امشي واعمل كذا واعمل كذا سي بور سا كو جام فو با اون بارلي ان فيت جيساي توا معناتها افيك لو نوفو ايتا لو نوفيل ايتا ديسبري كو جي جيساي دو مينيميزي فهمت حتى نبدا مريضه يقول لي راجلي لاباس نقول له الحمد لله تعبه شوي الحمد لله زيد نزيد كلمه شويه فهمت قبل قول لي لاباس نقول له مريضه في حاله في حالة راني في حالة تو ما شفت في حالة تعبة شوي حتى نبدا معناها بالحق تعبة فهمت ولا ما تلقاني عندي وجيعة ما نجمش نرقد في الليل ولا حاجة نقول لي تعبة شوي تعبة شوي على خاطر راهو كل وذا موضوع آخر كل كلمة تقولها راهي الكري تا رياليتي سي تري سامبل الكري تا رياليتي تصدق ولا ما تصدقش هاي سيدي في الاطار هذا فما كتاب طياره حتى تقول يزي اسمه لي كاتر اكور تولتك فهمت نحط لكم اسمه اللوط لي كاتر اكور تولتك هذوما لي تولتك سي اون تري غراند سيفيليزاسيون بيان سور تسمحوا بها بتاتر لي مايا زيد وكل وهل لي كاتر اكور كيما القوانين نتاعهم فهمت كيما معناها كيما القوانين كيما احنا عندنا قواعد في الدين نتاعنا هما ذوما القواعد نتاع الحياه نتاعهم اي سيدي من جمله القوانين اللي هو بالحق ساتير لاتونسيون قال لك كو تا بارول سوا امبيكابل كو تا بارول سوا امبيكابل ويفسر دون ميغيل رويز الكاتب يفسر مليح كيفاش معناتها راهي الكلمه اللي تخرجها من فمك اي سيدي ماذا بيك ماذا بيك تعمل بانسمو على فمك تسكر وتعمل ماسك فهمت قبل ما تخرج الكلمة ثبت فيها قبل ما تخرج الجملة ثبت فيها اعملها فاليداسيون ساعة قول اوكي فهمت ومن بعد حل فمك وخرجها ريت واحد يكلمك ما تجاوبوش خزر له في عيني خزر له في رك ما تعمل ستوب ريت انت تتفرج في فيديو تعمل ستوب في الحياة والله العظيم كنت تسمعوا كلامي وطبقوا الشيء ذا حياتكم تبدل تصير حاجة احسب روحك في جو فيديو اعمل ستوب اقعد واقفة كي خزر لهم مسالش باش يقولوا شبيها ذي ولا خلي يقولوا ما يهمكش اعمل ستوب
انا مثلا يجي راجل يقول لي اش بيك ريقت، نجيش نقول له في حاله تعبه مريضه في حاله وانت شبيك ما سالتش عليا ودرش، نعمل ستوب ما نتكلمش، ننزل ستوب ما نتكلمش وننزل على روحي، خاطر ريت البرنامج الذاتي الدخليني هذاك، البرنامج هذاك ماذا بيه يقول انا في حاله وانا تعبه وانت شبيك ما تفهمنيش وانا راني نخدم دار وشارع، الرويق هذاك الكل عرفتك البرنامج الدخليني فهمت نتاع راني مريضه وتلهيو بيا وراني انا معناها تعبه برشا درشو. تنزل ستوب، دونك انا ننزل ستوب ونبدل البرنامج فهمت، نعمل ابتسامه نضحك جو فورس، والله العظيم جو فورس لو سوغيغ جو فورس فهمت، كيما يقول جو ديسبنزا يقول ما بالانجلي ويقولها معناها نترجمها، يقول لك انت تو دوفيان ميتر دو تون كور، انت تحكم فهمت، مش البدن يحكم، خاطر البدن راهو عنده ميموار نتاعو. عاش كان حكيت لكم على الكتاب نتاع ميريام، الوغ شو اسمها ميريام جو سي بلو، اما الكتاب اسمه فوتر كور ا اون ميموار فهمت، فوتر كور ا اون ميموار، اكتب هكا فوتر كور ا اون ميموار، ما يسالش اللي نقولهم لك الكل، اكتب اكتبهم عندك في كارني وقت اللي سهل ربي معناها، لوج عليهم ولا تيليشارجيهم ولا حتى اسمع ديزاناليز في اليوتيوب ولا تقرا ارتيكل في جوجل، راهو ديما ينفع فهمت، مش تقول لا انا تو ما عنديش وقتش نقرا كتاب، اي ما عندكش وقتش تقرا كتاب، عندك درجي مش تقرا ارتيكل على الكتاب فهمت. دونك البدن فيه ذاكره، فيه ميموار ماذا بيها تتصرف بطريقه معينه فهمت، انت قوتك وين كيف توصل افيك لو بوفوار دو تون انتونسيون، تنزل ستوب وتبدل الميموار فهمت، كيما يقول جو ديسبنزا طيار، هذا هو طبيب راهو طبيب امريكاني، شوفوه في اليوتيوب بصراحه شيء كبير معناه. ديبك شوبرا زاد حكيت لكم عليه قبل، ديبك شوبرا يفسر مليح مليح العلاقه ما بين لي زيموسيون، قلت لكم دونك العلاقه ما بين الاحاسيس والكلام اللي تقوله والحاله النفسانيه نتاعك اللي هي تظهر حاجات ابستريت هكا فهمت، مش فيزيك فهمت، وما بين معناها لي تروك فيزيك سو كي سو باس دون تون كور فهمت، خاطر انت ريت الاحساس اللي تحسه كي تبدا معناها تبدا انت مريضه وكوبي معناها عرفتك اللي معناها هكا مابت على روحك المرض والكوبي، فخاطر راهو تنجم تكون مريضه حتى عندك وجيعه فهمت، وتحاول تتنساها الوجيعه، تخمم في حاجة أخرى، تفدلك، تضحك، تتفرج على حاجة تضحك، فهمت؟ تختار دوكيومونتيغ يحكي على موضوع هكا ما نعرفش أنا في ليستواغ في السيونس، حاجة تخرجك من كل الحفرة اللي أنت فيها، فهمت؟ ريت كي أنت تعمل هكا تبدل البرمجة نتاع لي سيلول نتاعك، والله العظيم معناتها سي سيونتيفيك فهمت؟ خاطر ريت أنت كون تو شونج ديتا ديسبري إي ديموسيون، لي زورمون كي سون دون تون كور شانج، بدنك يصنع هرمونات جديدة، والهرمونات هذوما شيء كبير معناها، لي زورمون انترفيان راهو دون بلان دو بروسيسوس بيان سور، مي اوسي دون لي بروسيسوس دو غيريزون اي دون السيستيم ايمونيتير بطريقة قوية على الاخر فهمت. حسيلو دونك هذا هو الهدف تاع الفيديو، حبيت نقول لك بالرسمي اضحك خير المرة هذه، مش اقرا خير، اقرا خير بيان سور، اما زاد اضحك، اختار الحاجات اللي تضحكك، ما تقعدش مع العبيد اللي تجيب لك الكوبي، ما تحكيش انت كلام اللي هو ما تريد، كي تجي تخرج كلام من فمك ما عادش تتكلم فيه صح، اسمع كلامي انزل ستوب، راهو احنا نقولوا كلمه عليها ملك وكلمه عليها شيطان، راهو سا ادو سونس، خاطر الكلمه كي تخرجها ما عادش ترجع، وسي راهي عطات نتيجه معينه في عالم الذبذبات، تقول انت بديت تلانسي في برنامج فهمت، كيما تقف قدام الماء وترمي حجرة تشوفهم كل الذبذبات اللي في الماء، تشوفهم ولا، اما احنا كي نتكلموا ما نشوفوش الذبذبات اللي في العالم نتاع الذبذبات، تقول انت فهمت، مي راهو سا اكزيست فهمت، سا اكزيست والله، قداش مره المره الاخرى برك مراه تحكي لي كيفاش تلمو هي تحب تلقى خدمه، تو هي عايشه في المانيا وكل تلمو تحب تلقى خدمه، معناها خاطر فدت من القعاد في الدار وماذا بها خدمه معناتها اللي ماهيش صعيبه ما تكلمش فيها برشا المون، خاطر قالت لي انا معناتها مانيش تخيز اليز في الالمون فهمت، اما او ميم طون فديت من قعدت الدار نحب نعمل حاجه مش حتى على الفلوس، نحب معناتها بور مون ايبانويسمون،
اي سيدي تحكي لي كيفاش هي مره مروحه ظهر لها هكا جاتها اون انتويسيون هبطت من البوس قبل الستاسيون وقعدت تمشي على ساقيها باش تروح للدار بالزهر تلقى يعني قريب لدارها اقل من درج بالزهر تلقى معناتها انتربريز فيها راجل يتكلم بالعربي معناها بالضبط كيما حبت هي خدمه خفيفه شويه معناها كلام بالالمان مش برشا فهمت وحاجه فليكسيبل وعلى قد يدها خاطر هي في مخها ديما تخم في الموضوع هذاك وتتمنى تتحصل عليه برشا برشا دي زيكزامبل هكا باش ما نطولش الفيديو يزي حتى لهنا عملوا طلع على لي كاتر اكور تولتيك محليها القاعده هذيا معناتها كوتا بارول سوا امبيكابل تفكرني بمفهوم الاستقامه في الاسلام ولا العظيم مفهوم الاستقامه كونك معني اهم حاجه في الدين فينالمون راهي مش العبادات معناتها قلت العبادات هذوك الكل سي دي ريتوال فينالمون باش انت كيما اتوديون باش ينجح عنده كور وعنده اكزرسيسات ويزمو يخدمهم باش ينجح فهمت الفايده في الاخلاق وفي طريقه الحياه دونك الاستقامه حسب رايي المفهوم هذا تاع الاستقامه بالعربي فريمون يل ريزوم الافكار هذه جديده الكل نتاع ديفلوبمون بيرسونيل ونتاع ترد بالك تخرج من فمك ونتاع تتحكم في الطاقه نتاعك ما تخليش الطاقه السلبيه تطيحك فهمت وتوا في رمضان انا بصراحه نلاحظ اكل بوان فما طاقه سلبيه كبيره ياسر بصراحه والله العظيم انا رمضان نشوفه مخطروم الاوقات هذوما معناتها اللي فيهم طاقه روحيه كبيره انا كيفاش نشوفها الحقيقه كانها مطر نقولوا احنا مطر روحانية فهمت المطر تصب على كل شيء وتطلع من الارض كل شيء اوترومون دي كيما في الربيع تشوف النوار يطلع وتشوف زادا لي موفيز زيرب ولي شامبينيون معناها كل شيء يطلع المتخبي الكل يطلع وانت تو في رمضان كي تخرج في الشارع والعباد وفي الخدمه وفي يعني حاله متاع سلبيه والناس على اعصابها والجري واللهفه وفي الخدمه الناس معناتها اللي تكلموا كلمه معناتها فهمت والله البارح برك معناتها في الكياس واحد بكميون هكا داخل فيا حسيل وقف وسمعني الكلام فريمون حاجه مش عاديه مش عاديه اكل بوان العباد معناتها انا نقعد نقول سبحان الله يا اخي تو مش رمضان طاقة باهية ودرشان اي با جوستمون انا فهمت الموضوع كونه معناها في رمضان وفي المواسم هذوما الطاقه تقوى برشا كيما نقولوا كاينو سي ان فو كي ريشوف لي زينيرجي ودونك الباهي يزيد جابها اللي طاقته باهية تزيد تطلع واللي طاقته خايبة تزيد تخيب وانا هذا كاش قاعدة نشوف بصراحة 90% ممكن من المجتمع نتاعنا في رمضان الطاقة نتاعهم تزيد تطيح كونتخيرمون اسكيل كخوا راهو مش في بالو هو صايم وهو جوست جيعان وعطشان ومتغشش وعلى اعصابه مش فاهم معناتها اللي الحالة متاع الغش هذيك معناه بدنه يصنع في هرمونات اللي هي تحطم فيه من الداخل فهمت معناه ابارتيغ دو 50 يولي له دم وسكر ومشاكل زرقاء فهمت وفي الليل ياكل معناتها طاوله من هنا الغادي يزيد يهد بدنه ومش في باله هو معناتها سي بون معناها هو معناها فاهم الدنيا وصايم رمضان وصايم معناتها باش يمشي من دنيته لجنته بالحق معناتها اكيل بوان لي جون سون ليميتي معناتها اللي يفو اوبسيرفي لوسيدمون لي شوز Et tu peux constater à quel point la plupart des gens sont dans une énergie extrêmement négative, quoi. Extrêmement négative. Enfin, tu vois, le nar qui fait le zen, le natran, le rush, le stress. Tu sais, le 10 de la soirée, tu ne t'as pas dit que c'est très bien. Le 10 de la soirée. Mais tu vois, le 10 de la soirée, il chame dans le mec. Et le 10, il est avec le ricoussé, tu sais. Alors que normalement, Ramadan, tu diminues l'importance de l'alimentation. Hatta l'essence mtea ki trkhfou. Ma tkhammamch ma'nata fi l'makla. Ou tahawl ma'nata tib'ad chwaya makal l'hayat l'yawmiya w l'stress l'yawmi w l'mashakil l'yawmiya w tahawl taqrab min rabbi akthar bima'na tib'ad min l'abad w min l'dajij. Houma la, houma l'aks. الفون والله العظيم قليل على الاخر العباده
اللي فريمون يعديو رمضان بالحق في سلام روحي وبالحق الطاقه نتاعهم معناها تطلع في رمضان. سي تري غار كوا بالرسم معناتها. انا سي سكو جو كونستات سي اون كونستاتاسيون بيرسونيل فهمت. وزاد تقريب حاجه اخرى اي جو كونكلو لا دوسو خاطر هي الطاقه الروحانيه كي تكبر اون فيت كيما بالضبط سي كوم لا كويزين. وعندك شمس الدين التبريزي ديما يحكي على الشيء هذا يعجبني ياسر. شمس الدين التبريزي هذا اكتب اسمه في جوجل تو يطلع لك سي ان ميتر صوفي فهمت. يقول مثلا جملة ما يقول يقول العالم كأنه قدر كبير كأنه طنجرة فهمت. والحياة كأنها تطيب في ماكلة جديدة في خلطة جديدة معناتها الحياة كأنها تطيب فيك انت. لو فو دو لا في est en train de transformer. C'est un peu le principe de l'alchimie d'ailleurs. C'est la transformation des matériaux معناتها basique en or. حاجة معناتها عندها برشا قيمة. Et sur le plan spirituel, l'alchimie, c'est la transformation de l'être et des pulsions معناتها basses de l'être, des énergies basses, etc. La transformation vers ce qu'on peut appeler l'or ou voilà, dans la spiritualité, معناتها les états de conscience élevés ou le selem الداخلي ou le يقولوا له التنوير et كلها اسامير في الاخر. Et donc معناتها ساعات ساعات حسب ما فهمت انا كيف واحد تجيه مشاكل صحية جوست قبل رمضان ولا في رمضان ولا زادة بعد رمضان فهمت في المواقيت هذوما فهمت. سي كو إليا اون ترانسفورماسيون فريمون فورت دو سون انرجي اي اون فادير كي بو كوزي ان تور سور لو بلان فيزيك شي با كومون ليكسبليكي. داير المرة الأخرى نسمع في شيخ يفسر فيها الفاز هذايا معناها شيخ مكل ما يعرفش الالشيمي بيان سور معناتها يحكي من منطلق معناها فقه اسلامي قديم كوا كيما نقولوا. سي سا لو تروك الطاقه تلمو قويه تحبك تو شانج ال فورس لو شانجمون اي سا بو تو فير مال مي تو فا شانجي فهمت. معناتها ريت انت كي تمرض بحاجه المرض هذاك عباره il va extérioriser on va dire l'énergie négative voilà les toxines énergétiques qui sont à l'intérieur de toi ou كيف انت تمرض اكزامبل واحد يعطس ولا واحد يكح ما يخرج في حاجات فهمت. انت تمرض راه بار ديفينيسيون معناها بدنك يخرج حاجات فهمت. هذاك اللي تراه انت الظاهر هذاك كونه بدنك يخرج في حاجات يعني ممكن الطاقه الروحانيه اللي دايره بيك تلمو قويه وانت عندك استعداد باش تتطور سو كي في قاعد تتطور اي دونك بارفوا سا بو فير مال. عاش كان فهمتوني وانا هكاك كيفاش نفهم قراءه شخصيه الايات نتاع ان مع العسر يسرا. انا هكا فهمت الحكايه ذي فهمت ان مع العسر يسرا انت تراه عسر فهمت. لما هو معاه قالك اون باراليل ومعاه دمرتين الايه ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. هو عسر انت ترى فيه عسر مي او ميم طون سي ان بروسيسوس دو بيوريفيكاسيون معناتها كي فا تو بيرميتر ان فان دو كونت دو تي ليفي سبيريتوالمون معناها انت باش تطلع فهمت. النفس نتاعك معناتها ممكن مفهوم تزكية النفس والا كونه الانسان معناه يتخلص من الحاجات الخايبه ويخف ويطلع الفوق ويولي معناه تلمو خفيف ينجم يمشي على الصراط المستقيم. والله المفاهيم اللي في النص القرآني الكل حسب رأيي ما هو بيان سور العباد فهموها بطريقة سطحية معناها الصراط المستقيم حبل وانت تمشي فوقه وي بون معناتها سي بوغ ان سي اون كومبريهونسيون بوغ ان اسبري بريمير فوالا معناتها فهمت. سي نورمال معناتها فيك الوقت هذاك لسبري دي جون إلا تي بريمير دونك تحكي معاهم بطريقة اللي هما يفهموها. لكن قوة النص القرآني حسب رأيي كونه يعطيك صورة هكا معناها بازيك الناس كل تفهمها تمشي على حبل وما تطيحش. لكن زادا كي تثبت فيها تفهم اللي انت مش تمشي على حبل انت لازمك تكون تلمو خفيف الطاقة متاعك تلمو خفيفة ما عندكش عقد ما عندكش احقاد ما عندكش احساس بالظلم ريت حتى الاحساس بالظلم سي تان بوا من الاوزار يتسمى فهمت. سي تان بوا ويمرض يمرض معناتها ريت ودي غان بوكو دو كونسير معناتها سون اندوي بار سكون بو ابلي دي ايموسيون هكا غوفولي دي ايموسيون فورت وكل فهمت
معناتها سولون اون ليكتور سبيريتويل بيان سور، فهمت؟ خاطر اونكور اون فوا كل شيء تنجم تقراه باللي ديتيرمينون فيزيك اكستيريور، كيما تنجم تقراه زاد باللي ديتيرمينون بروفون ولا انرجيتيك. حاسيلو ان شاء الله ما طولتش عليكم، نتمنى لكم تضحكوا كل يوم، وحاولوا حاول تقرا خير باش تاخذ معلومات، وتضحك حاول تضحك كل يوم باش تجدد وتبدل الطاقه نتاعك. الضحك راهو يبرئ.